مساء الخير عليكم، اترجاكم يعني قبل لا ابدا بالفيديو اريدكم تحصنون نفسكم، لان القصة هاي مرعبة جدا. انا جاي احضر بيها الصراحة، صارت وياي امور غريبة، ومن ضمن هاي الامور الغريبة هو صوت هذا القط اللي ما اعرف منين، مزعج جدا، صار له ساعة يصيح كأنه احد يضربه. اسمعوا. ما اعرف اذا مبين عندكم ولا لا، بس ان شاء الله يطلع مبين. الصوت عالي بالنسبة لي، اني جاي يزعجني. فهاي القصة حدثت بالصحراء، لكن اوعدك انت سامع هواي قصص بالبر، لكن هاي القصة مخيفة ومختلفة عن القصص اللي قلتهن كلهن. صلوا لي على الحبيب المصطفى واذكروا لي الله يا جماعة الخير، لان الجن على ذكرهم يحضرون. ويلا نبدي قصتنا. فاصل هذا هذا الفاصل القطاوي البزازيني، احنا نسميه بزازين بالعراق. اسمي عمار، وبيوم من الايام طلعت برحله بريه ويا اصدقائي. لكن قبل لا اطلع هاي الرحله البريه كنا قاعدين باستراحه قبل اسبوع يعني من هاي طلعتنا، واحنا متعودين نطلع بشكل اسبوعي خاصه بالايام اللي تكون يعني حاره، نقعد بالصحراء ونسوي الاشياء اللي تعجبنا، احيانا ناخذ ويانا حتى سياره كبيره وبيها مي ونسوي يعني مثل المسبح، كنا مجنونين. وهواي اذا سولفت لكم ما راح اخلص يعني على الشغلات اللي سويناهن بالبر، من محبين البر، لكن عمرنا وحياتنا ما كشتنا مكان بعيد يعني عن الشارع. اذا ردنا نكشت يعني كبعد يعني بالكيلوان 3 كيلوات عن الشارع كحد اقصى. وبيوم من الايام كان اقارب صديقي جاي وقعد ويانا بالاستراحة، وبدا يسولف لنا عن اشياء صارت وياه بالبر، وهذا اكبر من عندنا بالسن، وانتو تعرفون الشخص اللي اكبر منك يبدي يتفلسف ويبدي يعني يسولف فد اشياء غريبة كأنه انت جاي من عالم وهو من عالم ثاني. الرجل كبير وشكله يعني كان وقار، حواجبه بيض، شعره ابيض، لكن بشرته صافيه. ويوم اللي طقسنا بالامر وحكينا وياه اكثر حكالنا قصه اغرب من الخيال. يقول بيوم من الايام انا كشتت يعني بمكان، وهذا الحكي قريب ما صار له سنه او اقل السنه، وانا شكلي تغير بهذا الشيء. وبدا يشوفنا يعني صور بجوال، فعلا كان شعره اسود يعني بشرته تختلف نوعا ما. المهم سولف لنا قصته، قال انا نزلت بالصحراء انا وصديق الي، وهالصديق هذا تركني وراح بحجة الشقة، وبدا يمشي لغاية ما بعدت السيارة انا عبالي راح يرجع، وبعدها اتأخر علي ويوم كامل وما رجع هالرجل هذا، لكن رجعوا الشرطة واخذوني. قلنا راح تشيلنا تفاصيل اكثر. قال قعدنا بمكان وكان من اروع الاماكن، وحتى دلانا به يعني قال تروحون من هيج مكان ومن هيج نزله وتنزلون بهالقد، وظلون تمشون يعني سيده وعدل، وبعدها راح تلقون كثبان رمليه بهيج شكل وتلقون اشجار، يعني وصف لنا المكان بشكل دقيق ومو طبيعي. ولما واحد يوصف لك وانت تعرف بالبر اكيد راح توصل. المهم كمل قصته، وكان يقول قمت اشوف اضوية بعد ما تركني صاحبي، وهالأضوية هاي كانت تتنقل، وأنا أعرف ومو غشيم هذا الجن أبو فانوس، لكن خدعني يوم اللي تقرب وشفت ضوء ما السيارة، وقلت احتمال هاي سيارة يعني رايحة ورادة، لأن كان هالمكان بيه طعوس اللي هي صعدات ونزلات، وقلت احتمال هاي السيارة تصعد وتنزل. واللي خدعني أكثر هو الجلوب الأحمر اللي يصير يعني مال ستوب لايت وغيرها اللي يصير لورا، فقلت خليها تقدم بشكلها. صاحبي عافني من صدق لان تاخر علي بحدود النص ساعه، وما عرفت ان السياره غرزت بي، وما عرفت انه هذا الفعل يعني من فعل الجن. وصاحبي يقول ظليت قاعد بعد ما التقيت بي، يقول بعد ما تقدمت ووصلت هالاضاءه هاي بدت الاضاءه تصغر وتتقلص لغايه ما ظهر لي شخص من العدم وراي، والشخص هذا كان يعني قصير وسمين وشعره كان طويل واصل لحد اقدامه، وكان يقول لي انت ايش عندك هنا وجابك علينا وليش تنكشف على حريمنا. يوم اللي قال هاي الكلمات انا كنت بالصحراء وما كان اكو اي احد، والمشكله الاكبر هالرجل هذا كان شايل بايده اضاءه، يعني مبين مو جني، معقوله جن يقدر يشيل اضاءه او مصباح بايده؟ المهم يوم اللي قام يحرك بالاضاءه قمت اشوف نساء
بهالمكان، وبعدها أغمى علي. يوم اللي صحيت واني مكان أو كهف من الحجر، وواقفين على بابه تقريبا 3 أشخاص، وما أقدر أطلع، وكنت قاعد وكل ساعة يعني أنقز من شي يطلع لي. ساعة أفعى كبيرة تلتف علي وتروح، ساعة يجي قزم يضربني ويروح. المهم بعد ما سمعنا هاي القصة العجيبة ختمها وقال صحيت واني بالمستشفى، جايين الشرطة وصاحبة رايح. هذا الكلام باليوم الثاني، فقلت له هو المكان وين وصف انه اكثر بالضبط، وبدأ يوصف انه ما كان بعمق جدا يعني بالصحراء. فقلنا له هسه ذا نروح نلقى بيه، كان يقول اي. المهم قلنا له شنو بعد سالفتك وشنو اللي حدث وياك؟ قال ورا اسبوع من هذا الحادث بدأ يصير عدة تساقط بالشعر، وبدأ اللون يتغير للون الابيض مثل ما انتو جاي يشوفون. طبعا هاي القصة ما دخلت يعني مزاجي بذاك الوقت، وقلت هذا يكذب وهاي جايبها من كيسه وجاي يكذب علينا لا اكثر. وبعد ما طلع يعني هو صديقنا وراحوا، بدينا نتكلم عليه ونذنبه ونقول رجال وكبير بالعمر ويكذب وهذا الشيء عيب عليه، واحنا بس يجي صاحبنا نقول له. المهم احنا الباقين كان عددنا اكثر من 6 أشخاص، وما اتذكر المجموعة الكاملة بالضبط، لكن انقسمنا نصين وقمنا نتعارك. نص مأيد إليه انه هذا الشخص كذاب، والنص الثاني يقولون لا على شنو جاي يكذب علينا، الرجال ما شفت شكله صح، ليش ايش صار يعني شعره ابيض؟ تخيلوا ما موجودة ولا شعراية سودة، خاصة بحاجبه وبشعره ماكو اي شعراية سودة، شكل الرجل كأنه يعني صابغ شعره بمادة بيضة، وكان البياض يعني ناصع لدرجة ما تنوص. المهم بهذا اليوم او بهاي الليلة تقريبا على الساعة 12 اتفركشت القعدة بالكامل، وكل واحد راح لبيته. وباليوم الثاني لما التقينا فتحنا الموضوع مرة ثانية، وصاحبنا حلف وقسم اللي هذا كان أقاربه، قال هو فعلا صار ويا قصة يعني ويا الجن. فقلنا له هو أنت ليش ما سولفت لنا وهذا الموضوع كبير؟ قال هو يعني ما يحب يسولفها أو ما يحب إنه إحنا نسولفها. قلنا له عشون سولف؟ قال ما أعرف. ورجعنا مرة ثانية نتعارك وأصواتنا تتعالى، واحد يقول للأخ أنت خايف وأنت ما خايف وهاي السوالف. فصاحبنا مباشرة قال اسمعوا انتوا ليش هيجي مكبريه؟ هو احنا دائما نروح للبر، خل نروح لنفس المكان، شنو رايكم؟ يعني احنا رحنا المكان برجلنا ونعرف هالمكان مسكون. المهم كل المجموعة اتفقت وعلى اساس نروح ب3 سيارات يعني الاسبوع القادم. وبعد ما عدى هذا الوقت يعني مال الاسبوع، بين يعني البطل البينة والشجاع، وبين يعني اللي يخاف من هاي الأمور، قالوا كلهم ما نروح، واللي يتعذر واللي نتصل عليه ما يفتح خط، واللي نتصل عليه يعطينا أخور صغير وغيرها. وصار عددنا احنا بس 3 فقط، فظلينا واحد يطالع بالله وقلنا خلص يا رجل خل نروح للصحراء، لكن ما كنا متفقين نروح نفس المكان. ويوم اللي بدينا نمشي طبعا انا كنت اقود بالسيارة، كنت فضول الدرجة مو طبيعية، فعديت المكان اللي كل مرة ندخل من عنده. أصدقائي كانوا يعني منطربين على غاني ويرقصون السيلوني، قالوا أنت وين رايح؟ يلا أدخل، مو هاي الفتحة إحنا اللي دائما ندخل بيها؟ قلت لهم لا، راح نروح لنفس المكان المسكون، شنو رأيكم؟ نروح بالسيارة وحتى ما ننزل ناخذ فرة بالمكان ونتأكد، إذا شفنا أبو فانوس مباشرة نطلع، لأن أني شايفة كل مرة لما ندخل للبر نشوفه يعني من بعيد يتنقل، لكن ما يتعرض لنا أبد، لأن هو يعني يتعمق بالصحراء مو مثلنا على البرة. وفعلا دخلت من نفس المكان اللي وصفه الرجل. المهم صرت تمشي بالصحراء، بالبداية كانت الرمال طبيعية لغاية ما تعمقت أزيد، وبدأ الطريق يصير شوية وعر وبيه مرتفعات مو طبيعية ومطبات، وكل هذا الحكي وكان المسجل مشتغل وإحنا منطربين على آخر، لغاية ما تقدمت شوية وبعدها قمت أشوف أعشاب موجودة على الأرض أو نباتات من هاي الناصية الصحراوية. اتقدمت بعد أكثر وأصدقائي قالوا هو أنت وين رايح يا رجل؟ خلاص قلت لهم خلاص يعني أكمل أو أخذ لفة عريضة ونرجع، وفعلا عود على أساس أخذت لفة عريضة. وهنا كانت الصدمة، لقيت سيارة متعطلة وما أعرف إذا بيها أحد ولا لا، كانت عالية يعني ومفتوح مالتها الغطاء مال المحرك، وكان المكان أظلم حواليه وحتى ضوء ماكو، أنا شفتها على الإضاءة ما سيارتي العالية. ويوم اللي وصلنا ووقفنا يمها نزلنا افترينا داير مدار السيارة، كانت أكو آثار يعني على الأرض
ما الأقدام ما الشخص طبيعي، لكن أكو واحد بيهم حافي وكانوا أكثر من شخص بهالمكان وماكلين وشاربين بعد، لكن شنو اللي صاير وياهم ما أعرف. المشكلة الأكبر كان السويتش مال السيارة ما موجود بالداخل، وين راحوا؟ معقول مخيمين المكان وتركوا سيارتهم؟ ظلنا نطالع بيها والناظر ونلتفت يمين ويسار، وفجأة كان يظهر شخص يم سيارتنا واقف وقال ها ايش عندكم هنا؟ فالتفتنا عليه ولقيناه رجال طبيعي ومبينه يمكن هاي سيارته. قلنا له شفنا هاي السيارة وجينا، انت منو؟ قال هاي السيارة مع صديقي، احنا كنا كاشتين هنا والسيارة خلصت بنزين، تقدرون تساعدونا وتطلعونا من هذا المكان؟ فرديت علي يعني وقلت له ابشر بالفزع، شنو اللي تريده؟ هان حاضر اصعد، وين تريد اوديك؟ تريد انطيك بنزين من سيارتي انطيك؟ كان يقول لي لا مو انا عندي صديق راح عنده سيارة وراح بيه. استغربت اذا عنده صديق وسيارة، فظلت شوية طالع بوجهه وكان يقول لا مو هاي السيارة بنزين وذيك غاز، فقلت احتمال يعني وبيها وجهة نظر. المهم طالعت على الارض الاكل اللي بيها البقايا مال الطعام، وهنا قمت اشك يوم اللي سألته وقلت له وانت ايش قص صار لك بهالمكان؟ وقال لي ما صار لي هواي من المغرب، معقولة ماكلين هالأكل كله؟ واحنا يعني هستونا ببداية الليل الساعة بالتسعة، فكان يقول اي احنا المغرب هي صار ويانا والسيارة خلصت بنزين واحنا كنا جايين بسيارتين. الرجل هذا بشغلة غريبة، لسانه شوية ثقيل ويوم اللي يتكلم شوية يعني مثل اللي ياخذ نفس او ما اعرف، تحسه انه هو بيه فتخلل بوجهه. وبعدها قلت له هسه شنو المطلوب من عندنا؟ قال المطلوب تنتظرون شوية، اذا اجى صاحبي اجي واذا ما اجى خلص انا سد السيارة واصعد وياكم وتودوني. وقلنا له تمام وتبشر. وبعدها قلنا له اسمع احنا جايبين ويانا غراض ونريد نكشد، شنو رأيك يعني تجلس ويانا؟ قال ماكو اي اشكال. وبعدين قلنا له احنا جايين على اساس يعني نظل لغاية الساعة 12 وخلاص، صار هذا المكان من نصيبك، ظل قاعد ويانا، اجى صاحبك اجى ما اجى خلاص نعتبر نفسنا احنا ضيوف عندك. وبدينا نشاق وياه ونضحك ونزلنا الاكل من، وبعدها هو قام من يمنا يتمشي وراح للسياره مالتنا وبدا يطالع بيها بنظرات غريبه. سالناه قلنا له ايش بيك؟ الصراحه خفنا من عنده وقلنا احتمال هذا هسه يشغل السياره مالتنا ويطلع بيها. وبعدها ابتسم وقال لا بس هذا اروح اقضي حاجتي. قلنا له خلاص براحتك، وفعلا تركنا وراح يقضي حاجته. اتمشى شويه يعني والضاءه مال سيارتنا كانت مشتغلة ومنورة المكان، وعندنا مصباح ثاني نستخدمه بالطلعات البرية كان مشدود بالسيارة فوقها. وبعدها استمر بالمشي لغاية ما طلع يعني من نطاق الضوء واختفى، وأكيد راح يقضي حاجته بمكان بعيد عنه. أخذ أول 5 دقائق وتأخر، وبعدها 10 دقائق وصار ربع ساعة، وهنا صار الأمر مريب جدا. وقمنا ندور عليه ونصيح وإحنا حتى اسمه ما عرفناه، وبوقتها قال لنا اسم لكن طار من بان. وظلنا بذاك الوقت نصيح ونريد لكن هالرجل ما عرف وين اختفى. فقلنا بيننا وبين نفسنا احتمال هالرجل هذا راح يقضي يعني حاجته بمكان بعيد ويستحي يرد علينا، خل نرجع. رجعنا وكملنا جلستنا واخذ نص ساعة، وما معقولة واحد يروح يقضي حاجته بنص ساعة، وصار الأمر مريب زيادة. فاقترحوا علي أصدقائي ان نقوم ونطلع من هذا المكان وما علينا، وهالرجل هذا احنا لا نعرفه ولا يعرفنا، وهو عنده اصدقاء واحتمال جايين بالطريق. ومباشرة قمنا وصعدنا بالسيارة، هستونا صعدنا بالسيارة وما حسينا غير يجي مباشرة ويحط ايده يعني على الجامة الامامية مالتي وقال وين عايفيني ورايحين؟ قلنا له يا رجل انت تأخرت، وقلنا خلي نروح، الظاهر هذا نام لمكان لو احنا الصراحة خايفين من عندك وشكلك هم غريب. المهم صاحبي شعر الضوء مال الداخل مال السيارة وشفنا عيونه حمر مو طبيعي، وما كنا نعرف انه هذا الرجل سكران ولا مخمور. وبعدها قال صعدون وياكم، قلنا له خلص اصعد. صعد بالسيارة وبدينا نمشي وتركنا سيارته، وبعدنا متقدمين شوية قلنا له سيارتك مفتحة؟ قال تركوها ما عليها اي حاجة. واحنا يعني استمرينا بالتقدم بطريق العودة، كان يقول لا لا تفوتون منا، انا اندل طريق مختصر وهالطريق هذا راح يوديني على بنزين خانة ونزلون هناك وانتم عليكم. فقلنا له خلاص اهون، وفعلا افترينا ومن الطريق اللي هو دلانا بيه بدينا نمشي
لغاية ما وصلنا مكان وحر مستحيل السيارة تخلص من عنده، وشكل هالمكان غريب، والسيارة قامت تروح يمين ويسار بسبب الرمال المتحركة. وقلت له يا رجل أنت متأكد من هذا الطريق؟ قال أنا متأكد 100%، وخلاص خليكم مستمرين. وأنا كنت أسوق بالسيارة وصاحبي بصفي، والشخص هذا الغريب صاعد لي ورا، وصاحبي الثاني صاعد بصفه، وبديت أمشي وأمشي والسيارة تروح يمين ويسار لغاية ما قامت توقف وتثقال زيادة، وبأحد وقفاتها وقفت وقامت ما تتحرك. وفجأة هو ضحك، وصاحبي اللي كان بصفه قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقام يصارخ وفتح الباب مال السيارة ونزل من عندها ويقول انزلوا هذا الرجل مو طبيعي. يوم اللي التفتنا لقينا الرجل اختفى من السيارة وما أعرف منين طلع، حتى الباب ما انفتحت. انفزعت أنا ونزلت من السيارة وصاحبي نزل، وبدينا نفتر مثل المهابيل حوالين السيارة. هو شلون نزل بهاي السرعة؟ وبعدها عرفنا أنه هو من الجن، وما أحكي لكم على كمية الخوف والرعب لغاية ما وإحنا قاعدين وشعلنا الأضوية مال السيارة كلها لأن كنا خايفين، والسيارة غرزت وبعد ما تطلع من هذا المكان. وفجأة وأشوف رجل من بعيد، وهالرجل هذا كان على ضاع مال السيارة، يجلس ويرد يوقف، يجلس ويرد يوقف، شكله غريب. المهم ما صحنا عليه نهائيا لأن عرفنا هذا المكان مكان بيجن، وهو كان متقصد يجيبنا لهالمكان هذا. فقلت لأصدقائي ها شنو العمل؟ قالوا خلص العمل نقعد بالسيارة ونسد البوب علينا. المهم صعدنا بالسيارة وسدينا البوب علينا، واللي يقرأ قرآن واللي يدعي. لكن كانت الليلة مريبة جدا وواقفة، وحتى هواء ما بيها، وبعدها الأشياء جاي تصير قدامنا، ناس رايحة ناس رادة، وكل هاي الأمور طبيعية لغاية ما صاحبي كان يقول أنا بطني قامت توجعني جدا وبعد ما أتحمل أريد أقضي حاجتي، تعالوا نزلوا وياي. قلنا له يا رجل وين ننزل وياك؟ قال نزلوا وياي أنا خايف ما علي، وثلثين المراجل ما أدري شنو وهاي السوالف، وقام ينطينا أمثلة. وبعدها نزلنا كنا وابتعدنا عن السيارة، والمكان كان شبه ظلام يعني واصلة الضوء تقريبا. جلس وكان يقول أنتوا ظلوا طالعوا بالسيارة وانطوني ظهركم، وانا راح اقضي حاجتي بهالمكان وما اريدكم تندارون امانه. المهم اول ما صدينا على السياره ماكو ثواني عديده، وكان يصرخ بصوت عالي، وبعدها قام يتحرك بالارض بصوره مو طبيعيه، وشفنا كلب عضه من كتفه، والكلب هذا ما كان يطلع صوت نهائيا، واحنا شفناه انفزعنا وقمنا نصرخ بصوت عالي وركضنا، وصاحبنا اللي انعض كذلك ركض. يوم اللي وصل كان جسمه كله دماي، والكلب هذا اختفى تماما شوي، وكان يجي هالرجل نفسه يتمشى على كيفه، لكن هالمرة كان شايل بيده عصا. والغريب بالأمر كله انه هو كان يمشي لكن ما له اثرات، انا شفته بعين وظليت انتبه على هواي اشياء بي، وكانت بس العصا لما يخليها بالرمال تبين. اتقدم وكان يطالع بوجهه وكان يقول انتو غشمة عبالكم ما موجودين، احنا حتى بجلستكم نقعد يعني لما تقعدون بمكان ثاني. ما اعرف هل هو متسلط هل هو جن يعني بهذا المكان، ما كنا نعرف، ظلينا ساكتين وما نعرف شو نسولف. وبعدها يعني ناظر على هذا الصاحب اللي انعض وكان يقول له انت متخيل اللي عضك عضك كلب عادي؟ المهم هالرجل هذا ما اعرف اللي سواه، بعدها ما اعرف اختفى. المهم مرة واحدة كأنه رياح، كأنه شلون انت يعني تراب وشمرت على مروحة، اختفى الرجل من قدامنا تماما ولا كأنه كان واقف. والمشكلة كانت بصاحبنا المعضوض، ما أعرف شو بيه، سكت لا يحكي لا يتكلم، وكان ساكت وبس مخلي ايده فقط يعني. المهم نروح يمين يروح ويانا، نرجع يسار يرجع ويانا. وبعدها قلت خلاص أنا لازم أحاول أطلع السيارة، صح حاولت بيها ونامت بالرمال لكن خلاص ما بليد حيلة. صعدت بالسيارة والشباب صعدوا كذلك، والضوء مالها كان مشتغل، والأشياء الغريبة والحصى اللي ينضرب والصوت يعني مال الهلاهل مشتغل، كأنه يعني ماخذيننا بذاك الوقت سبايا، الصوت مالهم عالي وفرحانين علينا إنه إحنا مغرزين بمكانهم. فجأة وكان أشوف مرة، هالمرة هاي ما كانت طويلة، هي مرة لأن لبسها كان لبس مال مرة أقل المتر قزمة وتتمشى على كيفها لغاية ما وصلت يعني المقدمة مال السيارة. تخيلوا
كان يا دوب راسها طالع او بس عيونها وخشمها، كان خشمها مطموس لي قدام يعني، وبس الظروف ما تبينه، وكان شكلها بشع البشاعة مو طبيعي. وبعدها اختفت وظهرت من الجامة اللي بجامي، كان شكلها غريب جدا ومخيف، وكانت تتكلم، واللي افتهمته انا واصدقائي من كلامها ان نطلعوا من هذا المكان وغادروا. وبديت احاول اطلع السيارة يعني لي قدام او ارجعها لي ورا، وفجأة السيارة الحمد لله والشكر نهضت وطلعت من مكانها وحدها، وما اعرف احتمال الجن طلعها لان كانت مغرزة ومن سابع المستحيلات تطلع، او احتمال يعني رب العالمين لطف بينا، لكن احنا ما كنا عادلين جوا نهائيا. المهم اللي سويناه بذاك الوقت افتريت اني مباشرة وبديت يعني امشي، وما كنت اعرف الاتجاه اللي انا يعني كنت بيه لان خايف ومرعوب. والكلام هذا كان تقريبا على الساعة واحدة، واللي حدث على الضوء مال سيارتي لمحت يعني السيارة اللي كانت عطلانة، الظاهراني راجع بالاتجاه الصح، واللي خلاني اكمل طريقي وما اخاف واروح عليها هي الاضوية اللي كانت يمها مال السيارة، وقلت اكيد هاي السيارة مال ناس واستغلها الجن. هذا يعني التحليل مالتي، واستمريت بالتقدم لغاية ما صرت قريب عليها وشفت الاضوية اختفت، والسيارة مالتنا بدت تهتز، والاضوية اللي بيها الداخلية والخارجية بدت ترمش بصورة غريبة لغاية ما سكنت مرة واحدة، كأنه الشحن اللي بيها او اللي بالبطارية مالتها انسحب مرة واحدة. طفت السيارة بينا، احاول ادير عليها احاول اشغلها وماكو، وبعدها مباشرة ما حسيت وغير بواحد يعني قريب على الزجاجة اللي يمي وقال ها كنت انتظركم. اللي صار هنا قال نزلوا من السيارة، نزلنا من السيارة وصاحبنا اللي كان معضوض ما اعرف شوي يمكن فقد الوعي، كان يعني نايم لي ورا ومزدوح وما نزل. المهم مارك انت يعني اناظر عليه وكان يقول لي اتركه اتركه ما يقعد بعد. المهم كان يقول تعال انتو وجلس هنا. جلسنا مقابل السيارة، ظهرنا صار يعني بالمقدمة مال السيارة وهو جلس قدامنا، كنا يعني نطالع عليه ونباوع يعني بيه اشياء قليلة تبين بحكم ان المكان صار اظلم لان اضاءة ماكو. وفجأة السيارة اشتعلت بيها المصابيح الأمامية طبيعي، وأنا كنت جالس هسته ونريد أقوم، وكان يقول لي اجلس وخليك بمكانك، وصار يردد بكلمات غريبة، وهالكلمات ما قدرت أحفظ من عندها ولا أي حاجة، واللغة اللي كان يتكلم بيها ما سامحها قبل نهائيا، وعلى صوته اللي كان والكلمات اللي يقولها صاحبه مباشرة سقط على الأرض، وأنا ظليت أطالع بوجهه، قمت ما أشوفه وحده، قمت أشوفه وورا ناس عددهم كبير، وظليت يعني مقاوم تقريبا دقيقة وهو جاي يردد بهالكلمات، وقمت أشوف الناس بوضوح بعد، وبعدها قمت ما أشوف أي حاجة وسقطت على الأرض. آخر شيء كنت أشوفه إن هو قام من مكانه، وبعدها عدت هاي الليلة وما قعدنا غير الصبح على الصوت يعني ما السيارة تفتار حوالينا، ونزلوا من عندها يعني جنود وكانوا يعني يمكن جايين على السيارة ديج، وقالوا انتو ايش عندكم هنا وانتو منو؟ قلت لهم صاحبنا ومعضوض يوم اللي راحوا على صاحبنا بالسيارة لقوه نازف هواي، ولقوا ايده لونها ازرق بزراق مو طبيعي، وكان قلبه يدق لكن لحد الان فاقد الوعي. صعدوا الشرطة بالسيارة وصعدونا كنا بذاك الوقت، وقالوا احنا اجينا على بلاغ وما اعرف شنو، واحد مبلغ من سيارته ومن احداثيات وكو جي بي اس، وكان الموضوع كبير. المهم بذاك الوقت اخذونا وراحوا وبدأوا يحققون ويان وصاحبنا بالمستشفى. صاحبنا هذا ظل بالمستشفى تقريبا يعني بحدود 3 شهور بغيبوبة، والدكتور اللي كان يعالجه يقول العضة هاي شكلها يعني عضة كلب، لكن ما توحي انه هي عضة كلب نهائيا، لا لاكل عاب مال الكلب ولا عنده اعراض، وهو فاقد الوعي وما نعرف يعني اذا هاي كانت عضة كلب حقيقية. احنا قلنا لهم الجن سوى بينا هذا الشيء، ويوم اللي قلنا لهم يعني على سالفة الكلب قلنا لهم الكلب عضه واختفى، وحرفيا اختفى يعني من قدامنا، مو مثلا شفناه وركض او وش عنده يعني عضه بس وراح. الكلاب معروفة اذا عضت احد راح تظل متواجدة يمه، هذا لا بس عضه وراح، ويوم اللي صحى ما كان يذكر ابد، وكان يعاني يعني من الم بايده، وهاي ايده وقفت تقريبا بحدود السنة، وعلى العلاج الطبيعي والرقية الشرعية يلا قدر
يرفعها، والسيارة ذيك كان فيلمها ما أعرف شو، لكن يمكن أكو ناس كانوا كاشتين بهالمكان هذا، لأن الشرطة يعني قالوا خلاص ما طول لا سيارتكم ولا كذا، فأنتوا ما يصير تسألون عليه. وهذا الموقف اللي حدث ويانا بالصحراء يوم اللي نزلنا بمكان يعني بيجن واحنا متقصدين الروح. الصراحة هواي اكو اماكن بيها جن، يعني انت اخذ التحذير بعين الاعتبار لما واحد يقول لك انه صار يعني فد امر غريب بهيج مكان، لا تروح مدرع مباشرة على وجهك، لان الجن امم مثلنا وقبائل، ما يصير تروح وتقتحم اماكنهم. وبالنسبة لي يعني ظليت فترة طويلة اشوف كوابيس، ودائما احلم يعني بكلاب تنهش لحمي وتجرني، وصاحبي هم كان يشوف يعني احلام غريبة، يشوف ناس اقزام ويحلم بمرة كذلك تجي عليه تقول كلمات وتروح. انا عانيت هواي، يلا قدرت اتخلص من عندهم، اتصور وقمت لما انام بالليل انام وانا حاط السماعات باذاني واسمع قرآن، وكنت اسمع يعني بكل تمعن، مو مثلا اخليهن فقط وما منتبه عليه، لا كنت احطهن يعني باذاني وابدي اسمع قرآن واقول الكلمات وياه. فالجن موجودين ولا تستهين بهم ولا تستهين بقدراتهم، وخذها قاعدة، أنت رب العالمين خلقك عندك خصوصية والجن كذلك عندهم خصوصية، إذا عرفت أنه مكان بأشياء غريبة لا تروح مدرعم عليه وتدخل إليه، احتمال بيه جن وما يقبلون بيك نهائيا أنه تدخل ممتلكاتهم وراح يأذوك. وحفظنا الله وإياكم من شياطين الإنس والجن، وانتظرونا غدا بقصة جديدة إن شاء الله.